الجزء الأخير من المحاضرة، ونأمل أنه ما أطلنا عليكم أو أربكناكم. طبعا باب الأسئلة مفتوح بعد نهاية المحاضرة. ليزر دين تيستري، اللي هي يعني معالجة الأسنان أو طب الأسنان الليزري، اللي هي تكون الأدوات الجراحية بالليزر، في صفحة 50. Very few people enjoy going to the dentist. قليل من الناس أو قليل جدا من الناس يستمتع بالذهاب إلى طبيب الأسنان. However، على أي حال. طبعا however هي linking words، كلمة رابطة اللي كنا نستخدمها سابقا للcontrast، للتناقض. The latest laser drills، إن هو المثاقيب الليزرية latest يعني شلون نقول آخر موديلات، are extremely accurate، دقيقة جدا. They are also nearly painless، وهي كذلك تقريبا غير مؤلمة. علي من يحكي ذي الجمع على latest laser drills يحكي عليها. Dentists find them very easy and efficient to use. الذيم علي من ترجع أيضا علي من على latest laser drills، يقول أطباء الأسنان وجدوها سهلة جدا وفعالة الاستخدام. And they say، they المنها استرجع، they ترجع على dentist. And they say that patients are much more relaxed during treatment، وأنه المرضى أو المراجعين are much more relaxed، يعني مرتاحين أو هادئين خلال المعالجة. طبعا تعرف أهمية الضمائر شو وقت من تلغي الضمير وتجيب الكلمة. يعني مثلا dentist find the latest laser drills very easy and efficient to use. And dentists say، هاي فرضا لو تريد تلغي الضمائر وتتكلم بمن بالكلمات الأصلية، فراح تكون العملية مملة، وككتابة تكون كتابة ركيكة إذا عدنا الكلام، إذا عدنا الكلام دائما. زين. The death of guide books، أيضا في صفحة 50 استخدام الضمائر. In the past، الجايد بوكس هو الدليل السياحي، يعني أي مدينة تدخلها أنه تقدر تشتري كتاب أو كتيب صغير يشرح لك به المناطق، الخريطة، المعالم السياحية، المطاعم، غيرها غيرها إلى آخره. فهذا جاي يحكي يقول لك بوجود الكمبيوترز بعد الكتب الورقية راح تموت. The death of guide books. ليش؟ لأن كل applications موجودة بالحاسبات. In the past، في الماضي، most people would take guide books with them. With them عليها من ترجع تشي على most people، معهم يعني مع الناس. When they were traveling in holiday، عندما كانوا يسافرون في العطلة. They عليها من ترجع هنا، ترجع عليها من على the people. But now، لكن الآن، طبعا من هذه الكتابة انت ركز على ذني الجمل تفيدك. But now من تريد تكتب أو but recently إلى آخره. A combination of location apps، هناك مجموعة من التطبيقات، المواقع on phones على الهواتف، information via Twitter and travel blogs has made them unnecessary، جعلتهم غير ضرورية، غير ضروريين. هسه هاي الذيم عليه من ترجع، خو ما ترجع على الناس، لا ترجع على الجايد بوكس. يقول لك وجود هاي التطبيقات الإلكترونية خلتهم غير ضروريين، يعني مو خلت الناس، خلت الكتيبات هاي ما الدليل. فلذلك بالامتحان أيضا نتوقع أن نجيب لك أسئلة، نعطيك ضمائر ونقول لك هذا الضمير لمن يرجع، شنو المقصود به. فالقراءة، القراءة لهالمقطوعات مفيدة جدا. Information via these sources is more up to date and is often more useful because it is based on people's personal experience. المعلومات خلال هذه المصادر، هسه هذه المصادر عليها ترجع الديس، ما ترجع الجايد بوكس ولا ترجع البيبل، ترجع اليمن على ذني. Combination of local apps information via Twitter، يعني ذني المصادر المتنوعة اللي هي التطبيقات الأماكن والتويتر وآخره. It is based because it is based علي من الات هنا ترجع، لأنها تعتمد على خبرة الناس الشخصية، تحكي على المعلومات. الات هنا ترجع للinformation.
إلى هنا تنتهي محاضرتنا اللي تركزت بشكل رئيسي على استخدام الضمائر ومعرفة أنه كل ضمير لمن يرجع ودوره بالمسألة. هذه المصادر اللي خليناها هي المصادر اللي أخذنا منها بعض المقاطع، يعني بعض العفو القواعد، وأيضا اللي أخذنا منها الصور، هاي الصور الشرحية نزلناها. شكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذا الموضوع. مع التحية.